بحشرية بدنا نعرف شو القراءة الدستورية والسياسية لدعوة ميقاتي لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. الجواب مع عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور كميل حبيب. بداية أود التذكير أنه وفق الدستور اللبناني وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 53 فإن الحكومة تتكون بصدور مرسوم تشكيلها موقعا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. من دون هذا المرسوم لا يتشكل الكيان الدستوري المسمى بالحكومة. وعندما تعتبر الحكومة مستقيلة فإنها تستمر بتصريف الأعمال. يمكن القول أنه من الناحية الدستورية فإن مرسوم قبول استقالة الحكومة هو عمل قانوني مكتمل الأركان ومشروع، ويكون من آثاره إزالة الحكومة القائمة وحرمانها من الحق بالاستمرار في تصريف الأعمال، وهذا وفقا للمادة 53 الفقرة 5 اللي بتقول يصدر رئيس الجمهورية منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقلة. وعليه أن رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 30/10/2022 مرسوما بقبول استقالة الحكومة، وتعقيبا على ذلك أصدر مجلس النواب توصية بتاريخ 3/11 المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات. يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف القيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال. إن هذه التوصية غير واضحة وصيغت بطريقة تحتمل أكثر من تفسير، فهي تفوض رئيس الحكومة المستقيل بالقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال، ولم يأتي التفويض للحكومة مجتمعة. ويبدو في المعطى السياسي أنه من المدلولات غير المعلنة أنه تم الاتفاق على أن لا تعقد الحكومة جلسات ولا كذلك مجلس النواب إلا بعقد جلسات غير جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن الحالات الطارئة والأولوية القصوى بحيث تسمح الظروف الاستثنائية لحكومة تصريف أعمال بأن تعقد جلسات لمناقشة أمور ذات طابع استثنائي. أما جلسات مجلس الوزراء المزمع عقدها فتضم 65 بندا عاديا ليس لأي منها طابع العجلة، باستثناء بند تأمين الأموال اللازمة للأمراض المستعصية. ويمكن تمرير هذا البند بالاتفاق استثنائيا بين رئيس الحكومة ووزير المال، ولا حاجة لجلسة لمجلس حكومة تصريف الأعمال. يعني بخلاصة القول أنه الطائفية في لبنان غيبت تطبيق الدستور. شكرا. بحشرية بدنا نعرف هل سقط نهائيا تفاهم مريم خايل بعد انعقاد مجلس وزراء؟ الجواب مع الباحث الدكتور وسيم بزي. العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر ليست مطروحة إلى درجة أن هناك مس بورقة التفاهم. برأيي الشخصي هناك تضخيم لتداعيات اجتماع الحكومة وما شابه قبل وخلال وبعد الاجتماع. صحيح أنه لا يمكن إنكار المضمون السياسي للاجتماع ولخلفية الحضور ولمعركة التلت التي حصلت، لكن الصحيح أيضا أنه مع احترامي لبعض الأصوات العالية بالتيار اللي عم تطرح الأمر كمحاكمة للعلاقة بين الطرفين، العقل والمنطق وموازين القوى تجعل كل من حزب الله والتيار حريص
على استراتيجية هذه العلاقة رغم التباينات الحاصلة؟ المحطات القادمة زاخرة بضرورة التعاون والتفاهم ومعالجة الندوب الحاصل بالعلاقة؟ أن حلم الكثيرين بسقوط هذه العلاقة لن يتحقق، لا بل سيخيب أمله. بحشرية بدنا نعرف ليه كان في رفض من أغلب المرجعيات الكنسية وبعض القيادات السياسية المسيحية لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. الجواب مع الباحث الدكتور جيرار ديب. دائما السؤال اللي بيطرح حاله انه ليش القيادات المسيحية اليوم رافضة انعقاد لمجلس الوزراء رغم انه بيحمل ببنوده بعض البنود المتعلقة بالقضايا الإنسانية والصحية والأساسية عند المواطن. القيادات المسيحية مش رافضة معالجة القضايا الإنسانية والمسيحية وغيرها، هيدا كان فيه الرئيس مئات يعالجها وقت ما كان بعده رئيس الجمهورية بالحكم، وكان فيه عالجها وقت ما كانت حكومته بعضها أصيلة، ولكن اعتبرت القيادات المسيحية بأنه التوجه إلى انعقاد لمجلس وزراء بغياب وشغور رئاسي هو مخالف أول شيء للدستور اللبناني واتفاق الطائف اللي كان واضح بنصوصه. ومن هون نحن نسأل الرئيس مئاتي، هل يا ترى هو فعلا حريص على اتفاق الطائف أو غير حريص؟ يعني بانعقاد المجلس اليوم هو يعتبر غير حريص على اتفاق الطائف وتطبيق بنوده. اثنين، بينخاف انه يتشكل عرف أساسي بيهدم إذا بكون أو بيشيل كل صلاحيات رئيس الجمهورية، وبيخلي يصير في عنا عرف قائم على الشكل التالي بأنه أي حكومة شو ما كان شكلها أصيلة أو مستقيلة قادرة أنه تجتمع وتقوم أو تصدر إذا بكم مراسيمة بغض النظر عن وجود رئيس بالبلد. يعني كمان بمطرح من المطارح التخوف الأساسي تكريس هذا العرف وإلغاء دور وصلاحيات ما تبقى من رئاسة الجمهورية. بحشرية بدنا نعرف هل التصويت للبنان الجديد بسياق عفوي أو امتداد للعصر الجديد؟ شو هو العصر الجديد؟ الجواب مع الباحثة في البدع جيزيل طربي. شو هو لبنان الجديد يلي بيريدوه؟ ما بنعرف وما بنقدر نحكم على نواياهم، مع العلم أنه بالتأكيد بالسياسة ما في سياق عفوي. كلنا منريد التغيير ومنحلم بلبنان جديد نظيف وعصري واقتصاده ومزدهر وأكثر عدالة وديمقراطية. لبنان يلي فيه سياسة منه فاسد، والتاجر نظيف، موظف الدولة ما بيرتشي، والقاضي مستقل وعادل ونزيه. إذا هيدا هو المقصود بلبنان الجديد أكيد نحنا منأيده، لكن بذات الوقت ما منريد لبنان مفصل على قياس البعض، قيمه غريبة عن قيمنا ومستوردة من برا، خصوصا مع انتشار الفلسفات والإيديولوجيات الملحدة بالغرب مثل تيار العصر الجديد نيو ايج وحركة الووك. العصر الجديد هو روحانية بديلة خلطة من ممارسات وثنية وتنجيم وعرافة وسحر وشعوذة وممارسات ومعتقدات مأخوذة من فلسفات الشرق الأقصى ومن إيديولوجيات ملحدة. العصر الجديد بيسمح بالحريات غير المحدودة وما عنده حقيقة واحدة مطلقة، لكن حقائق نسبية بيختار كل واحد حقيقته على قياسه ويلي بريحه. حقائق بتسمح مثلا بالإجهاض، بتشريع الإجهاض، القتل الرحيم، إوتانازي، العلاقات الجنسية على أنواعها بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية، تشريع زواج الأقليات الجنسية وتبنيهم للأطفال، نشر نظرية الجندر جندر تيوري وتعليمها بالمدارس للأولاد. إذا هيدا هو المقصود بلبنان الجديد أكيد نحنا ما بدنا إياه ومنرفضه بشدة. لبنان الجديد يلي بدنا إياه هو لبنان يلي ما في فساد ومحسوبيات وتقاسم للحصص الطائفية، لبنان العصري لكن المتجذر بعاداته وتقاليده وتاريخه وثقافته وقيمه الأخلاقية والدينية، لبنان يلي فيه تربية الإنسان على المواطنية والمحبة المتبادلة واحترام الآخر المختلف، لبنان الجديد يلي فيه كل شيء لبناني
المكتفي بذاته، ومش لبنان هجين مش معروف شو هويته وشو عاداته وحضارته وفنه وتقاليده. لبنان العصري يلي فيه التقدم التكنولوجي وكل الأمور الجيدة من الغرب من دون انحرافاته. لبنان الجديد هو حلم كل لبناني متمسك بجذوره وبهويته. كلنا إيمان ورجاء أنه رح يتحقق. بحشرية بدنا نعرف شو الأسباب التقنية اللي أخرجت منتخب ألمانيا من الدور الأول بمونديال قطر. الجواب مع الإعلامي حسن شرارة. صحيفة بيلد الألمانية كتبت حول أسباب خروج ألمانيا من كأس العالم، بتقول أنه تاريخ الأول من ديسمبر 2022 كتب نهاية أمي كانت عظيمة في كرة القدم وأحرزت كأس العالم 4 مرات وكأس أمم أوروبا 3 مرات، لكن ذلك أصبح من الماضي. يعني كلام كتير قاسي لبيلد اللي هي أكثر صحف ألمانيا انتشاراً، وهو معبر تماما، وقالت أن المسألة ليست مسألة مدرب، هي أعمق من ذلك بكثير. في أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب المباشرة أن المنتخب الألماني خسر ببداية مسيرته بكأس العالم أمام اليابان 2-1، كانت مفاجأة كبيرة، بمقابل فوز بـ7 أهداف لإسبانيا على كوستاريكا، وبالتالي دخلت ألمانيا بمعمعة بقية المباريات اللي ما خدمتها، تعادلت مع إسبانيا وبعدين ربحت ربح غير كافي. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه اللاعبين الألمان كانوا مفتقدين بشكل واضح للتركيز، مركزين على مسائل ما لها علاقة بالملعب، مثل دعم المثلية، مثل موقفهم كلهم من اللي هن بيشوفوه، حرية التعبير، وهذا كان صراحة شيء كتير بشع اللي عملوه. ثلاثة، أن المنتخب الألماني ليس المنتخب الألماني اللي بنعرفه. هيدي الأسباب المباشرة. الأسباب الغير مباشرة، اللي بيعرف كتير منيح وبيتابع كرة القدم بيعرف أنه منتخب ألمانيا من 2 سنين لليوم مش عم بيقدم العروض المناسبة. أكتر من هيك، من كأس العالم 2018 لليوم مش عم بيقدم أي عروض تليق باسم ألمانيا، وهناك مشكلة جوهرية بنيوية إلى علاقة بتركيبة المنتخب، بنوعية اللاعبين، وبنقص حقيقي بمراكز مؤثرة. بحشرية بدنا نعرف هل فيلم مفرق طريق للتبشير أو دعاية سياحية لوادي النوبين؟ الجواب مع المخرجة لارا سابا. يمكن أحلى شيء قالوه عن هيدا الفيلم بالنسبة ل هو وحدة مدام سعودية التقينا فيها بالسعودية مع بجدة مع البحر الأحمر، قالت هيدا الفيلم أخذتونا على عمق الضيعة المسيحية اللي يمكن نحنا يعني بسياحتنا ما بنقدر نوصل لها. أنا عندي علاقة كتير وثيقة، يعني أنا وادي النوبين هو محل بيحيلي بكتير راحة وكتير هيك روحانية، منه ديني أبداً، منه أبداً تبشيري، هو بس عبارة عن يقول كيف هالناس بتعيش بهيدا المناطق. يعني عادة كانوا يقولوا اللبنانيين بنعرف كيف بيموتوا، لا بنعرف مشاكلهم، بنعرف قصصهم، بنعرف حروبهم، ما بنعرف كيف بيعيشوا. هيدا العمق اللبناني كيف بيعيش، هيك بيعيش، يعني بهالبساطة، بهالتوافق مع المواسم ومع الحياة ومع الأرض ومع الطبيعة. هيدا لا أكتر ولا أقل أبدا. يعني هو بحد ذاته وادي النوبين مش عايز أصلا نسوق له، هو لوحده، بالعكس يمكن لازم نخفف الناس تطلع لفوق لحتى يبقى على جماليته، وعلى أو وقتها تطلع الناس لفوق تطلع بكل احترام لجميل الطبيعة قبل كل شيء، ولروحانية المكان من بعده.